طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أيها المسؤولون، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في هذا البلد، الدنيا مطرت، الشوارع غرقت، البيوت فاضت. أنا لتقعدكم لأن أدري بيكم نايمين، ولتبلغكم لأن أدري بيكم ما تدرون، ولتقللكم لأن أدري بيكم ما تهتمون. أنتم غير مبرئي الذمة لما لحق بالشعب العراقي من معاناة ومأساة، لكن الشيء اللي أرد أقوله، بس المسؤولين نايمين. أنت لبالي إيش وقت تقعد؟ مو كاف قعد شن هالنومة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اريد نتحدث في بدايه الحلقه حول موضوع مهم وحيوي، وهو حول انه هناك انباء عن فيضانات وعن سيول سوف تجتاح المحافظات العراقيه خاصه منها الجنوبيه. يعني مثلا مدير الدفاع المدني في البصره وكاله العقيد تحسين علي ساري قال بان وردتنا معلومات من الأنواء الجوية بأن هناك أمطار غزيرة ستشهدها البلاد من شمال العراق ابتداء من ديالى مرورا بمحافظة واسط الكوت بالتحديد ميسان، ثم ستؤدي هذه الأمطار إلى زيادة كميات في المياه والإطلاقات المائية، وحذر المواطنين الموجودين على ضفاف الأنهر أن يتخذوا الحيطة والحذر نتيجة السيول. أضاف بأنه قمنا بتوجيه كتاب إلى محافظ البصرة لعقد خلية أزمة حول هذه السيول القادمة من أهوار ميسان، والتي سوف تصل إلى البصرة يوم الاثنين أي اليوم، وسيكون لدينا اجتماع اليوم كخلية أزمة يترأسها النائب الأول للمحافظ وحضور جميع أعضاء المجلس ابتداء من البيئة والموارد المائية وإنعاش الأهوار وجميع الدوائر الساندة والخدمية والتي لديها جهد هندسي. إذن هناك تحذيرات من فيضانات ومن سيول سوف تجتاح المحافظات العراقية. مستوى المياه في شط العرب ارتفع بشكل ملحوظ، وهذا الارتفاع لم يشهده شط العرب منذ سنوات. خلونا نشوف المقطع اللي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد المواطنين يصور شط العرب وقد ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ. هذا المقطع من البصرة شط العرب، تحذيرات وجب علينا أن ننوه بها إلى المواطنين الكرام لاتخاذ اللازم، وكذلك لأخذ الحيطة والحذر، خاصة يعني دوام المدارس للأطفال. معنا اتصال أبو إبراهيم من بغداد، تفضل أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
احنا بدنا نسمع هالايام هوايه هاي شغلات مال تحذيرات وتنبيهات على الامطار والسيول. نعم يعني ما اعرف انا احنا ايش عندنا، احنا صار الامطار خطر علينا، ايش عندنا صارت السيول خطر علينا، هذا من يا وقتيت من يا سنه. احنا لو عندنا خدمات بلد بي خدمات شط العرب 24 ساعه دامه بي، ليش نخاف من الامطار؟ نعم اول طارئ احنا خفنا من الامطار، اكو دول تصلي وتدعي مطر حتى يسعدها امطار. نعم ايش نسوي يا ابو ابراهيم؟ مثل ما انت قلت مثل ما انت قلت، لا خدمات عندنا ولا مجاري ولا شوارع مجاري صحه. نعم يعني هذا كتر العرب من انا صغير اسمع كان يسووا له تكرير. نعم كان يسووا له ادامه، كان يسووا له يعني اكو ناس مسؤولين عليه. كان يقولوا هسه ماتا وشالا وغيره من هاج. انا ايش عندنا؟ احنا عندنا 40 شاط، هو هالشاط هذا قابل ننباهي به بين الدول. يعني اذا هذا ما نحافظ عليه يعني شوف لك، مع الاسف احنا يعني عندنا علم وعندنا جمهوريه. نعم ما ادري بعد اقول لك ما ادري، مع الاسف بس اقول لك مع الاسف، هاي ليس غير هذا ما اقدر احكي. أنا أشكرك أبو إبراهيم من بغداد كان معنا. بالفعل يعني هو إحنا ننوه حول هذا الموضوع، لأن إحنا بنية تحتية ما عندنا، البنية التحتية اللي عندنا تعبانة جدا، مجاري وشوارع وخدمات يعني تقرأ صفر. ولهذا إحنا ننوه، واللي صار قبل أيام الحادثة الفاجعة في الموصل، مع العلم أنه قبل 3 أيام من الحادثة الأليمة تم إبلاغ المحافظة بأنه سوف يرتفع منسوب المياه من الموصل، ولكن الجماعة المستثمرين اللي يدورون فلوس ما اهتموا، ولا المحافظ في وقتها نوفل العاقوب أخذ الأمر بجدية، لأن ما عندنا احنا دولة، ما عندنا دولة مؤسسات، ما عندنا روح المواطن تأتي في آخر سلم اهتماماتهم، إذا طبعا موجود في آخر هذا السلم مع الأسف. ولهذا احنا يعني نحذر وننوه حول هذا الموضوع، انه هناك سيول وهناك فيضانات بسبب ما يعني تكلمنا به. طبعا كذلك اعلنت محافظة واسط، خلونا قبل ما ننتقل الى محافظة واسط ناخذ مقطع اخر في محافظة البصرة، وهو يعني غرق بعض المناطق في محافظة البصرة، خلونا نشوف المقطع. شوفوا الشوارع هاي، شوفوا هاي منطقة خطية، كلها فاضت كلها فاضت. طاعوا هاي المنطقة كلها فاضت، بس أنا تليفوني ظلمة، تليفوني ظلمة ما يصور عديد، أنا حافظ الصور. هاي الوادم خطية كلها طلعت، كلها طلعت هاي الوادم منه وباعوا منه، أنا خطية كلها طلعت. شوف هاي المنطقة. نعم طبعا نواب من محافظة البصرة حذروا من كارثة قد تتعرض لها محافظة البصرة بسبب السيول والفيضانات. طبعا قبل أيام، تقريبا قبل أسبوع، يعني أحد سدود هور الحويز بين محافظة ميسان ومحافظة البصرة تعرض إلى الانهيار بسبب الإهمال المتعمد الواضح، وهذا صار له فترة طويلة على أساس يعني الحكومات المحلية تتلافى هذا الانهيار، ولكن الجماعة يجيبون كران ويحطون تراب، يحطون تراب. قبل أيام انكسر السد ومشى المي بشكل قوي جدا من ميسان إلى البصرة، وطبعا جلب معه، طبعا يعني هذه مياه الأهوار جلبت معها يعني أملاح قوية، لأن تقريبا بحسب تصريحات المسؤولين في وزارة الموارد المائية أنه نسبة الأملاح في هذه المياه تقريبا 5000 يعني تقرأ بحسب القياسات المعنية في هذا الأمر، 5000 لكل لتر مكعب من المياه، وانهار السد والجماعة ولا مهتمين. معنا اتصال،
سعد من ميسان، تفضل سعد تسمعني؟ سعد صوتك كلش ناصي. نعم استاذ عمر، استاذ عمر لو مصطفى. عمر معك تفضل. الو اسمعك. أليو. عمر، عمر معك. الله يخليك استاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذنا العزيز. احنا هاي الحكومه ايضا ما عندها استعدادات للامطار القادمه. نعم. بدليل انه ماكو يعني ما عندنا اي مبازيل او ما عندنا اي شدود ضخمه لتطويق المياه. هاي الحكومه يا سيدي، هاي الحكومه ما لها علاقه بهيك مشاريع اللي تخدم الشعب. يعني احنا قبل فترة تحدثنا ولا زال نتحدث بأنه هاي الحكومة مو حكومة، يعني حكومة ولا أهل العراق، وتم ببناء مشاريع والتنمية الاقتصادية وما يتعلق بخدمات المواطن. يا سيدي، يا سيدي مصطفى، أنا اللي أرجو أن يكون معلومة عند الجميع وعند شعبنا أنه هاي الحكومة مجرد عصابات مافية، مجرد الغنائم، مجرد المكاسب، ما لهم علاقه. وهاي الزيارات مال عادل عبد المهدي الى مصر هاي زيارات كرتونيه ما تدعي للسرور. يعني الشعب ما له علاقه بهذا الموضوع، بدليل العباره بالامس القريب هي هلكت عشرات من الناس الفقراء. هم سواء انهم يلعبون بمقدرات الشعب ويستفادون من هذا المال الضخم اللي بأغلاهم على مستوى العالم. سيدي العزيز، البارحه في ميسان امطار بسيطه مو ضخمه، السيول بعد ما جايتنا. اذا تجي الامطار الضخمه والسيول اللي تجرف هاي المياه راح تاذينا. ماكو شدود يا سيدي، المواطن الان قاعد يعاني على مستوى عالي من المعاناه. سيد مصطفى وانا اشكرك وشكرا. شكرا سعد من ميسان كان معنا. طبعا هو هور الحويز لما انهار قبل اسبوع يعني تقريبا 25 ألف دونم مزروعة انتلفت بسبب غرقها بالمياه اللي جت من الأهوار من محافظة ميسان. محافظة واسط كذلك أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة يوم أمس لمواجهة موجة السيول والأمطار، ووجهت بإخلاء عدد من القرى. المكتب الإعلامي لمحافظ واسط قال في بيان بأنه وجهنا خلية الأزمة المدنية في المحافظة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة موجة السيول والأمطار، وبين بأنه سيتم إخلاء القرى التي من المتوقع أن تتعرض للسيول بشكل إجباري منعا لحدوث أي حوادث. دعا المكتب أبناء المحافظة وخاصة في المناطق الحدودية بأقضية ونواحي بدرة والشيخ سعد المحاذية للحدود إلى التعاون التام مع الدوائر الحكومية. طبعا هيئة الأنواء الجوية يوم 22 قبل 3 أيام يعني توقعت تساقط أمطار غزيرة خلال هذا أول أسبوع المقبل، فيما حذرت من سيول قادمة من إيران تصل إلى العراق. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى هاي الحكومة، مو حكومة، هاي العصابات الموجودة في العراق، هي ما مهتمة لأهالي العراق، ولا مهتمة لمشاريعها، ولا مهتمة لفيضانها، ولا مهتمة للناس الفقراء اللي ماتوا بالبصرة، ولا مهتمة بالبصرة اللي جفت وجاها المي راح يغرقها. هي كلها هم مهتمين إلى فلوسهم ومواردهم، وعساهم إن شاء الله ما استهنوا بديهم حريق يصير ببطنهم، بطن أولادهم. بس بالنسبة احنا أنا أنادي لهذا الشعب المسكين، هذا الشعب اللي يمتى راح يصير عنده وعي، ويمتى راح يصير عنده يعرف انه هاي الحكومة دا تموته ما دا تعيشه، ولا دا تنطي الاشياء اللي يريدها، ولا دا يحصل على تعيينات، ولا دا يحصل على لقمة عيش، ولا على صحة، ولا على زراعة، ولا على مدارس، وكل شيء كل شيء يعني هاملين الحكومة من الجنوب الوسط بالذات. أما إذا تجي للشمال فهي دولة خاصة واحدة معتنية بنفسها وبمكانها. فهنا أقول يا شعب،
يا شعب انهض شويه وحل هالازمه اللي موجوده وهذول هالعصابات المتواجده تاكلك اكل، ما بقى شيء بيك، ما بقى اعصابك شيء، خلي يدرب من الاحساس والوطنيه لهذا البلد. وانا انادي الى الشرفاء الموجودين ان يتحدوا من الشمال الى الجنوب، وان يصيرون ايد واحده، وخاصه الجنوب والوسط وبغداد. هذول المنكوبين صحيح منكوبين، هذول ثلاث محافظات منكوبه، وخاصه بغداد هي العاصمه، اسمها عاصمه، لو تجي وتشوف بغداد شنو هي، خراب. فاحنا ننادي هسه مناداتنا كلها الى توعيه الشعب، الشعب يريد ينهض، الشعب يريد يكون قوي، الشعب يريد ان يفكر، الشعب يريد ان يحاول ان يحصل على 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 مستدرات بلاده، ويحاول ان ينهض ويقضي على الحفالات اللي جت لنا من ايران وامريكا واسرائيل. الحفالات الموجوده تضحك على الشعب، ترى انا على المنابر اللي شفتها مال 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 الموصل يومين ما اقدر اتنفس، لانه هو اشوف الرؤساء يضحكون لابس له ربطه حمراء، واللي يضحك يشوف حلقه مثل ما تفضلت وقلت، واللي وكانما يتفرجون على شيء مونس، ما همهم الشعب. اذا يا شعب نهضوا شويه وحسوا انه هذا هذول العملاء اللي جونا على الدبابات هم لقتلكم، لينهوكم نهي كامل فد مره. وانا اشكرك. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو احمد. ابو احمد من تركيا، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك بكم على القناه، القناه اللي تعبر عن هموم الشعب العراقي كله من شماله لحتى جنوبه. وما حجته الاخت كلام كلش معقول. استاذ عمر، عندك الموصل كل شيء صار بالدولار. نعم. الأسماء المتشابهة بالدولار، المناطق السياحية بالدولار، الحديد بالدولار، أي شيء بالموصل، يمكن حتى راح يجي يوم على أهل الموصل حتى الهواء راح يأخذون منه بالدولار. فإحنا الناشد أبطال الموصل وأبطال الجنوب وأبطال الوسط كلها تتكاتف على ما يجري بالعراق، وخاصة المحافظات المنكوبة. يعني هسه أكو جثث بالموصل لحد الآن تحت الأنقاض، لحد هاللحظة هاي تحت الأنقاض. وينكم؟ زين دولة مثل العراق ما عندها غير زورق واحد، شرطة نهرية. وين الفلوس؟ وين شي يسوون بيها؟ ملتهين الله وكيلك بس بعقارات الدولة. هسه إذا تروح للموصل أي عقار تابع للدولة ما أخذتها العصائب، ما أخذتها الفصائل المسلحة، نعم كلها ماخذ. يروح شوف اي عقار تابع، خلي يروحون على البلديه، خلي يطلعون مدير الاملاك، خلي يطلع يحكي على التلفزيون يقول هذا الحكي كله غلط وماكو شيء صحيح. يعني هالساعته الباحه زهير الارجي يقول خلي نسوي نصب للي راحوا، وانا طالبت ان يسوون نصب للفاسدين حتى اي محافظ يجي يعتبر من هذا الكلام ولا يسوي العمل. وأنا أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهاي الأمة وهيئ للموصل والعراق رجل شريف يخاف وعنده غير على أهل العراق كله من شمال الجنوبة. آمين يا رب العالمين. أنا أشكرك أبو أحمد من تركيا كان معنا. معنا اتصال، بس أسمع الاسم مرة ثانية ما سمعته. عقيل من فرنسا، تفضل عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام لابو عمر وابو علي من كربلاء. حياك الله. أرد أقول حكاية ولا تزعل، هي خير الكلام ما قل ودل. أنا على أبو إيران، يا أبو كل شيء الله خلقه. لا 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 هذا لا 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 أبدا، ما مسموح هذا، ما مسموح هذا الكلام أبدا. وأنا أعتذر منك عقيل، أنا بعد ما أخذ منك اتصال لا نقبل بأي تجاوز. شنو هذا الحكي؟ إحنا وين قاعدين؟ إحنا قاعدين بقناة لو قاعدين تسيب انت ونفسك يا اخي. ما عرفاني والله العظيم هذا المستوى. زين اذا انت مسلم شلون تلعن؟ ما معقولة، عيب هذا الحكي، عيب. يعني عقيل اذا يظل هذا اسلوبك لا تتصل بعد في قناة الرافدين. طبعا مجلس محافظة بابل قرر تعطيل الدوام الرسمي
في المحافظة لليوم اليوم الاثنين، وقال المجلس في بيان بأنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين الموافق 25 من آذار الحالي لكافة الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف. عزى المجلس سبب ذلك إلى غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية في المحافظة. يعني نرجع ونكرر ونقول أي تجاوز ما مقبول. طبعا هو يمثل رأيه إن كان رأيه إيجابي أو سلبي، ولكن هذا أمر غير مقبول، غير مقبول بتاتا. والله إذا العصبية والسب والشتم وإحنا وتقاعد برا فرنسا وغير فرنسا وتجيب نتيجة، يعني كان كلها سبت وشتمت. بس يا أخي ما معقولة، ما معقولة هذا الكلام، ما معقولة. جايين بس على يعني على 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 زيادة الألم وزيادة نعم. معنا اتصال أبو زينب من تركيا، تفضل أبو زينب. عزيز، بالنسبة لحادثة عبارة الجزيرة اللي بالموصل اللي صارت، احنا خلينا قبل ما نخلي الأنظار على الحكومة وعلى المحافظ وعلى باقي الجهات وعلى مسؤول الجزيرة، احنا قبل كل شيء يعني من جا نحكي على المحافظ ونحكي على الحكومة، هو الحكومة يهو جابها، مو احنا اللي جبناها. لا حد يقول لي أمريكا مثلا وإيران اللي جابتها، ترى احنا بإرادتنا. هسه احنا المحافظ نصف العقوب استقال. أيه. اوكي، يعني انت انتخابت ابو زينب بهاي الانتخابات الاخيره؟ تفضل. لا، انا طالع من تركيا صار لي 4 سنوات لا منتخب ولا اريد انتخب. تمام، يعني مو كلها، مو كلها، هي 18% 18% اللي راحوا ها زوروها الجماعه بعد سووها 45. لا اني ولا انت ولا ملايين راحوا انتخبوا. استاذ عزيز خلي اكملك. تفضل. تدري مصيبتنا احنا شنو؟ من تصير انتخابات يطلع المرشح، لو كان نزيه، لو كان نزيه راح يطلع بصفحة ماشي، لكن يطلع لك كم واحد لان جايين على مود المالات، جاب قرايبه انطاهم كم فلس طلعوا وزعوها. تدري انا هنا بتركيا، انا ما رحت انتخبت هنا، صارت بتركيا ما رحت. تدري ليش؟ عندك هذا اللي كان وزير التربيه ايش اسمه بالله، هذا المصطاوي محمد اقبال. محمد اقبال، نعم محمد اقبال. تدري انطل قرابته كلها هنا واقفين بتركيا ينطون لكل واحد 100 ليره يقول له حتى تنتخب محمد اقبال. 100 ليره ب 100 ليره ب 100 ليره باعوا. نعم. يعني ب 100 ليره باعوا بلدهم العراقيين. ها نعم، ب 100 ليره باعوا بلدهم العراقي. قل له رحم الوالدك، انت 100 ليره هنا بتركيا شنو قيمتها؟ يعني حاليا احنا نطب الكوفي هنا بتركيا تعرف النرجيله وصل 70 ليره. يعني انا ابيع بلدي وابيع ناسي واهلي اللي هم ساكنين غادي وانا قاعد بالغرب ابيعهم ب 100 ليره؟ نعم. فيعني احنا لا بس نوجه الانظار انه الحكومه انه نوفل عقب انه فلان انه فلان. لا طبعا الشعب يتحمل مسؤوليه، كلنا نتحمل اكيد طبعا. يعني لازم افضل شيء هاي حادثه الجزيره. نعم. واحد طلع يقول والله سببها انه ابو العصائب طلع صرح قال فتحوا ما لكم علاقه. على راسي خليك والله وكلامك صح، وابو العصايب طلع صرح زين. انت كمواطن حاليا من جاي تشوف انه الماي صاعد وجاي تشوف ابو الجزيره مخلي حدائد اضافيه رافعها حتى تقدر تعبر للعباره، زين انت شلون تنتحر انتحار يا اخي؟ هذا انتحار اللي صعد بالعباره انتحار. يعني زين واكو ناس هم عبرت ابو زينب بنفس الوقت. على راسي يا استاذ العزيز. نعم. على راسي والله عبرت، لكن حاليا دوليا والتصريحات العالمية وكل الدول اعتبروا اللي صعد بالعبارة انتحار وهذا قدر وصعدوا. ويعني الناس حقا تريد تفرح، الموصل الشافه 3 سنين داعش وقبلها دمرهم المالكي وهسه راح يدمرهم الأخ، يعني تعبوا. فيوم واحد رادوا يفرحون، واللي فرحان بعيد الأم واللي طلع على مود عيد نوروز. ويعني الموصل ملت ملت، تدري شنو ملت؟ وبالإضافة أهل الموصل ما اعتبروا من داعش بعض، أهل الموصل ما اعتبروا من داعش. أنا أحكي لك أنا مصلاوي من أهل الموصل. شلون يعني ما اعتبروا من داعش؟ تدري ليش ما اعتبروا من داعش؟ من إجاهم داعش وضوقهم الضيم والقتل والسلب والنهب وانتهاك الأعراض. تدري ورا ما طلع داعش أهل الموصل خربت، ما ظلت أهل الموصل نفسها. أهل الموصل اللي كانوا بعاداتهم متمسكين وتقاليدهم كلها تركوها.
تدري صارت البنات تقلي لأهلها أنا طالعة للمدرسة، هي ما تطلع المدرسة تروح تقضيها بشلالات وجامعة وغير مكانات. هاي اشطلع هاي كل هالناس طلعت مخو شوادي يا أبو زينب هسه ماشي أخي. هذه الظاهرة بس اسمح لي بس اسمح لي بس اسمح لي لا لا اسمح لي احنا اذا نظل على هاي نقطة الشرف والاعراض عمي اكو بلدان عامرة وامان والبنية تروح تسوي كل شيء يعني احنا طبعا طبعا احنا ما نقبل بهذا الشيء ما نقبل ابدا بس اسمح لي بس اسمح لي بس اسمح لي يا ابو زينب اسمح لي الله يخليك زين انت يعني هذا البلد كله عمر وصار زين والامور تمام وكل مؤشراتنا ما شاء الله بالمقدمة يعني بقت على هاي على هاي الامور لا مو بقت على هاي الامور زين هاي التراكم هو لو مو سياسات حكومه طائفيه يعني بدي اقولها بهذه الكلمه سياسات حقيره ومحاصصه يصير هذا اللي دا يصير بالمحافظات ما يصير ما يجي لا داعش ولا داعش عمي داعش فيلم فيلم انت تصدق 70,000 عنصر من قوات الامن والجيش والشرطه يطلعون بدجداشه بساعه قدام 350 انت تصدق هذا الشيء؟ اي انا اصدق هذا الشيء. شلون؟ ليش؟ لان احنا كنا واقفين وقدامنا نعم جت سيارات الغراوي وربعه طلعوا ليش؟ واقفين بالسريه ربعنا واهلنا وناسنا كانوا واقفين قلنا لهم شكوا هاي السيارات عبرت؟ قال والله ما ادري القياده سيبتها وراح اي من اعطاهم امر؟ القائد قال لهم انسحبوا رحم الله أم إيه المالكي قالهم انسحبوا اللي واقف بس اذا شو يريدون سؤال. يريدون تحطيم هذه المدينه وذيك المدينه وذيك المحافظه هم اللي يريدون هم جايين المدينه منو يريد تحطيم هاي المدينه تحطيم المدينه المالكي في وقتها وغير المالكي رحم الله امك وابوك المالكي جاي يشتغل لمصلحتنا رجال معروف جابته امريكا وايران لا استاذي امريكا امريكا حاليا نعم. امريكا بالوقت الحالي تريد تترجع نهضة السنة أمريكا بالوقت الحالي جاي تريد ترجع نهضة السنة حتى تضرب بها إيران ترى أمريكا حاليا جاي تبع والله متوهمين العراقيين أنا أشكرك أبو زينب لأن أنا والله عد اتصالات يعني أمريكا أمريكا لو تريد مصلحة العراق بأول 6 أشهر تسوي حكومة مال أوادم وتسوي بلد مال أوادم امريكا وما تخلي ايران يفوت للعراق مو هسه مسلمته القاسم سليماني عمي لعبه كبيره على البلد ويريد يحطمونه ويخلون البلد مستنزف ودائما قضيه العراق في المنطقه قضيه مشغله للعراقيين وللمنطقه الاقليميه ويجعلون العراق يعني يستنزف منه النفط ويجعلون منه السوق لايران وغير ايران وولده وأولاده وشبابه مهجرين يعني بعد 16 سنة احنا ما افتهمنا اللعبة أمريكا لو تريد هسة تقول إيران تطلع ما يبقى ولا إيراني بس هم متفقين بالخفاء احنا هاي بالإعلام يطلعون والله هذا يصرح وهذا يغرد بتويتر إن كان الرئيس الأمريكي ولا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ولكن على الأرض والواقع الجماعة متفقين يعني قاسم سليماني والميليشيات اللي اجت ويا الإيرانيين خلنا نتحدث الإيرانيين هم على الأرض والأمريكان كان الطيران أوكي خلينا نقول مثلا داعش وإرهاب واتفقة وقبلها وبعدها نعم معنا اتصال أبو علي من لندن تفضل أبو علي تحية حياك الله يا هلا بيك اهلا وسهلا بك اخ عمر اولا ابو زينب المتكلم قبلي اقسم بالله العظيم هذا مو من الموصل زين هاي وحده اريد اقول لابو زينب اريد اقول لك التحقيق ما دخول داعش الموصل نعم لجنه برلمانيه قالت المالك يتحمل المسؤوليه وين صار التحقيق نعم ليش ما راح علينا اذا هو يدعي نفسه من الموصل شو يحشي على أهل الموصل من هاي النقبات اللي نقبوها خطية هالمساكين وش عنده هو طالع تركيا إذا هو موالي أكيد هذا عنده راتب من الدولة يجي تركيا هاي واحدة يعني ما نريد احنا نشكيك نعم تفضل يا أخي عمر
نعم. عمر اللي ينتقد، اللي ينتقد شعب كامل، شعب الموصل. نعم. هذا شعب، الشعب لا الموصل. هذا كلام مرفوع، الشرفاء غير عقلاني. اذا انت تنتقد كل الشعب، هو اضيف على كلامك، فانت من ضمن هذا الشعب، يعني انت مو ملاك، انت من ضمن هذا الشعب. انا انتقد اهل نعم. الموصل. انا وما انا ويا اخي بالفعل ما نسينا، نسينا الغراوي سوى بهي الموصل، والمكاتب، المكاتب ما 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 الميليشيات لحد الان تاخذ قهوه من الناس. هم يقولون النواب ما شو يقولون. نعم. وانا اقول اخي اخ عمر، القصيد اخ عمر، هسه الفرصه بيد شعب الموصل لي خازعت لهنا، وصلت حدها. الشعب الموصل اهل عشائر وناس محترمين واهل دين وقاده، فالمفروض يشترون اهل كلمه. كافي على الذله، كافي كافي. تجاوز عليهم هوايه، تجاوزوا ابنيتهم، ضرائحهم، املاكهم، اراضيهم، كرامتهم انسلبت يا اخي. يكافي هنا بكافي عمر، يعني الى متى الشعب اذا ما يسوي حل؟ نعم ما يصير يا اخي اخ عمر. والبلد هذا الشعب العراقي الوسط والجنوب، والكبسون وشيلي بتو، يعني شندوب شو وقت تتحدون؟ اذا هذا الجرح كله ما يوحدكم، شو وقت تتحدون يا عراقيين؟ يا اخ والله نبكي دم احنا عليه والله. انا صار لي 20 سنه طالع من العراق، بس العراق شايله بقلبي، وين ما اروح شايله بقلبي. وين تاريخ العراق؟ لا وين يقولون الشعب العراقي اهل الحضاره واهل الثورات؟ مجموعه حصانات يقودوكم ويذلوكم. باي زمن هيك؟ بزمن صدام شفنا هيك افلام؟ الصراحة صدام ما شفنا هيك، ما شفنا هيك مراسي حمار مخدرات بزمن صدام، عصابات في الشوارع شايل اعلام وشايل اسلحه اكثر من الجيش. هذا اي بلد هذا؟ الله اكبر يا عراق، الله اكبر، الله يحفظ العراق من الشمال للجنوب. ربي امين امين يا رب العالمين. أنا أشكرك أبو علي من لندن كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا البارحه راح رئيس الحكومه عادل عبد المهدي وعقد قمه ثلاثيه في العاصمه المصريه القاهره بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وبحضور عادل عبد المهدي كما اشرنا. قمه على اساس انه تجلب استثمارات الى العراق وتجلب الخير الى العراق. طبعا راح عادل عبد المهدي بالتزامن مع حادثة العبارة، كان من المفترض أنه يأجلها على الأقل بعد الحادثة بثلاثة أيام وإعلان الحداد، ولكن الرجل قال لك والله أنه ما أقدر بعد أأجلها. هاي كلها بتشفة، وتشفة الثانية تصريحة البارحة قال أكو رجال أعمال راد يجون وياي حتى يعقدون صفقات واستثمار، بس والله الطيارة ما كفت. خلينا نظل نشوف التصريح مال عادل عبد المهدي ونرجع نسولف بهذا الموضوع. هذه السفرة كلفتني كثير من الصداقات، لأن كنا نريد أن نجلب أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال العراقيين، لا نريد أن نعتمد فقط على المسؤولين، رغم أهمية دور المسؤولين وأهمية دور مجلس النواب العراقي. أردنا أن نحضر أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال، لكن الطائرة للأسف الشديد لا تسع، فمن حضر معنا يعني أصبحنا أصدقاء أكثر فأكثر، ومن غاب حقيقة أصبح يرسل الرسائل عن غضبه وزعله منا لأننا لم نفسح له الفرصة في الحضور معنا. فاليوم أنا خسرت كثير من الصداقات، لكن إن شاء الله نستطيع استعادتها. يعني منطق رئيس حكومة والله الطيارة ما تكفي، زين تعالوا بطيارتين شنو المشكلة؟ حل القضية، تعالوا بطيارتين
هذا رئيس الحكومة أعلى السلطة التنفيذية في البلد. على كل حال خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول تعازينا لأهلنا في الموصل بفاجعة العبارة والشفاء العاجل للمصابين، وهذه نتيجة الإهمال من قبل المسؤولين وعدم إدراكهم بمعاناة المواطن اللي أصبح والضحية، ومن كارثة إلى كارثة، الله يكون في عونكم. رسالة يقول أخي 35 سنة مر على العراق، ما شفنا هيك مصايب وبلاوي وهيك نهب وقتل ومخدرات بالمدارس، ولا شفنا سراق ورخيصين يستلمون المناصب. رسالة يقول فيها قبل الفيضانات صار الموت بالأسماك وغرق الناس بالعبارات، والآن فيضانات وربما الحرائق في المستقبل، وأصلا الزراعة قليلة والفقر منتشر بالعراق والقادم أبشع. كل هذا لأن الشباب المتعلم والخريجين والكفاءات لا شغل ولا عمل، وكم واحد محتلين الحكومة والمناصب لا عندهم علم ولا فهم ولا روح وطنية. إذا هذا الشيء لازم يتغير والشباب ينتفض ويغير كل شيء من الأصل. حسام رسالة يقول فيه يقول بلدنا صار مرتع للأذناب، أذناب أمريكا والتحالف والعصابات الإجرامية وأولاد الحرام كما يقول، فماذا ينتظر من هؤلاء أم راشد من فلسطين؟ نعم معنا اتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. أبو عبد الله من بغداد عذرا، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عمر، بالنسبة لهذه الحكومة يعني حكومة هدفها الربح المادي وكثرة أخذتها بالبنوك الأجنبية، مو هدفها يعني تقديم خدمات للمواطنين، مو هدفها توفير أي خدمات ولا يعني هم قالوا سيول وأخذوا حيطة. هم شنو سووه؟ شنو قدموه؟ شنو أخذوا الحيطة؟ هم يعني حفروا مبادئ، غيروا مجاري المياه، غيروا المنسوء يعني الطريق المياه السيول على غير مكان. شنو الإجراء اللي أخذوه؟ أخوي هذه حكومة الله يعني حتى المجرمين مو مثلهم. وبالنسبة للعبارة عن الموصل يعني هذه كارثة، ما تسولف هذه يعني حتى ما تنذكر يعني. نعم. وتحكي لك قصة بس دقيقة واحدة. تفضل. بالسويد وزير التربية استقال، وزير ومدير التربية استقال، ومدير المدرسة استقال بديك هاي المحافظة. شنو السبب؟ أخذوا طلاب مدرسة سفرة المنتزه وحديقة حيوانات، فطفل صغير حضن بطة يحبها، حب البطة حضنها اختنقت ماتت البطة. الوزير قال احنا ما علمنا اولادنا واطفالنا يحترمون الحيوان، فانا استقاليت. يعني تربيتنا طلعت غلط، تربيتنا طلعت فاشلة، تدريسنا طلع فاشل. فانت من هالبطة شوف العراقيين يعني ما بهم واحد انسان مهني أو شريف أو عنده خوف على بلده وعلى شعبه. يعني فيا أخويا احنا ما نترجى من الحكومة ولا نترجى من هالشيء، بس أنا اللي أطلبه من أخواننا يعني إذا يعني يا أما هم قابلين يا أما هم راضين. إذا هم قابلين خلي يظلون ساكتين لا يناشدون ولا يطالبون، وإذا هم راضين ما يطلعون مظاهرات يطالبون التعيينات و توفير مي وكهرباء. الحرامي ما يوفر والسارق ما يوفر، يجيب يحط بجيبه ما يريد يوفر. نعم. المفروض النص يطلعون ثورة مسلحة ضدهم. ليش العشائر من يصير واحد يدعم لواحد يطلعون بالهاونات والبيكاسيات والقاذفات والراجمات بيناتهم؟ ليش على هاي الحكومة اللي جاي تقتل بأطفالهم وأبنائهم وأولادهم ما حد حرك عليهم ولا يعني انتفض عليهم؟ هاي المظاهرات كلها ما تفيد. إذا مو ثورة مسلحة وزيح الحكومة خلاص من عدة ذاك الوقت يلا نعيش احنا واجيالنا واجيال اجيالنا، ولا هذه الحكومة ترجع من وراها كل شيء. نعم. حكومة تعبانة مريضة. قبل فترة اخي عمر. نعم. نعم ابو عبد الله. ابو عبد الله تسمعني؟ ابراهيم الجعفري وعلق الجلسة وطلع الحيدر الملة وقام يبكي، وطلعت النواب قام يبكون، وطلعوا 5 مليارات الدعم لهم. هم مجرد جرحى وجرى جرحى، وبالبحرين هم هم شعب حالهم حالنا يعني أخوة وكذا.
بس يعني احنا مثل ما يقول على قولة المثل ان نبدي مرقتنا على زياجنا، احنا ان نساعد شعبنا ونعين شعبنا، وذاك الوقت من نكتفي ويزود فدنا ويصير خيرنا كثير نقدر ان نساعد الشعوب الاخرى. هم ولا هم للعراق ابو عبد الله، حد قال هذول ابو عبد الله وين الصدير تسمعني، هم ولاهم بالفعل اثبتوا الجماعه صارهم 16 سنه مو للعراق، ولاهم مو للبلد، ولاهم لايران وحبايبهم. الحل احنا لو نرضى بيهم وغصب يعني يظلون يدقون على روسنا، لو نقف زلم يعني نصير زلم ونقف وقفه واحده ونشيل هالحكومه كلها، ماكو لا صدر ولا حكيم ولا غيره ولا غيره، كل كنس كنس. يعني ماكو شرفاء بالعراق تحكم، بالذولي مستحق. وانا اشكرك اخوي، انا اشكرك ابو عبد الله من بغداد كان معنا. طبعا وزاره الصحه اعلنت اليوم الاثنين عن مصرع طفله اثر سقوط منزلها بسبب سرعه الرياح شرقي الكوت. المتحدث باسم الوزاره سيف البدر قال بان احد المنازل المبني من ماده السندويتش بيل، هاي ماده جديده في العراق، في ناحيه الشيخ سعد شرقي الكوت انهار بسبب سرعة الرياح، وأضاف بأن ذلك أدى إلى مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. هذه التغيرات يعني المناخية اللي يشهدها العراق خلال هذا الأسبوع، هذه من بعض الله يرحمها ويصبر أهلها. معنا اتصال عمر عبد الله من تركيا، تفضل عمر. السلام عليكم. عبد الله من تركيا. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. العزيز استاذ عمر، بالنسبه لموضوع الحلقه اللي هو على الفيضانات، نعم اي حاليا احنا، بس انا احكي لك، انا احكي وياك حاليا ساكنه بتركيا. احنا قبل كل شيء، قبل ما خلينا نقول ادخل بسد موضوع الفيضانات، اللي بس نتاكد من شغله بانه احنا هل بحاجه ان نتخلص من موضوع الفيضانات، ولا بحاجه ان نتخلص من الناس اللي جاي تهدر ارواحنا بالفيضانات او غير الفيضانات. نعم. يعني حاليا بالنسبة لأهل الموصل، أنا أحكي لك مصطاوي، تدري سبب طلعت من الموصل شنو؟ نعم. سبب شغلة طلعت من الموصل إنه وين ما قمنا نمشي بالموصل يصيح لك أنت تشابه أسماء. زين أوكي يا أستاذ العزيز، هسا أنا تشابه أسماء، زين ودي قل لي روح سوي بفلان دائرة تشابه أسماء حتى مثلا أخلص أنا من هاي الشغلة. لو تراجع لمدة 4 أشهر 5 أشهر ما حد راح يستجاب لك، وكل ما تروح يقول لك بعد ما اجى اسمك وبعد ما اجى اسمك. لكن اذا تروح تنطي لك كم فلس، الو اسمعك وياك ما اريد اقاطعك تفضل. اي لكن اذا تروح تنطي لك كم فلس، ثاني يوم او ثالث يوم يجي اسمك ويطلع كتابك يتعمم على الكل بانه اسمك ما مشابه. زين انا اردفت ان شغله واحده، بيا بلد بيا قانون انه رجل منتسب برتبة عميد أو عقيد عدة تشابه أسماء، إذا الدولة أساسها بها خلل، ولا شلون جبتوا هذا سويتوه عقيد ولا عميد ولا نقيب ولا ضابط وهو عدة تشابه أسماء؟ نعم هذه كارثة. تدري حتى الجماعة يستفادون فلوس، أنت عليك تشابه أسماء أعطيني كم ورقة وشيل لك الاسم، هو ما عليه ما لا مطلوب ولا شيء. نعم عبد الله. الحالة صارت يطلب منك $1,000 $1,500 $2,000 تكلفك، وإذا يعفيك مثلا شوية حالتك زينة $3,000 يطلب. يعني نعم. قبل الفترة طلع حاكم الزاملي على التلفزيون. نعم. الآن أتعجب يعني على الضباط الجنوب يجوني أنا أدور نقل للموصل. نعم. نيم بيها فلوس. نعم أنا أشكرك عبد الله من تركيا. معنا اتصال أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي عمر، حياك الله يا أهلا بيك حبيبي عمر. اليوم حلقتكم على اليوم على مود فيضانات وقرح. نعم الموصل. تحذيرات، وبالفعل بدت يعني بدت هناك يعني سيول وفيضانات خاصة في يعني واسط والبصرة، أمطار غزيرة. نعم. نعم نعم، هي حتى في السيول تجي، واللي بالسدود ينطون انذار للمحافظات او للحكومه المحليه
الحكومه المحليه ما تنتبه لاي شيء وتروح ضحايا من المواطنين كما راح الضحايا بحضره نينوى. نعم. قبل العباره. ولهذا هو احنا نحذر من هذا الامر صراحه، يعني اليوم قلت لك اكو طفله في الكوت يعني بسبب قوه الرياح واقع عليهم المساكين البيت ومتوفي. هو موجود هذا الشيء، الحاله الجويه موجوده بس نعم. الحكومه ما تنتبه لهذا الشيء، لان الحكومه هي حكومه حراميه ما نعم. يعني يروح ضحايا ما يروح ضحايا مشكلتهم هاي يعني. نعم. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. طبعا عدد من نواب البصرة في مؤتمر صحفي قالوا بأن مناطق شمال البصرة وأكثر من 40,000 دونم من الأراضي الزراعية تتعرض حاليا إلى تلف وغرق الأراضي والمنازل السكنية. في ديالة مازن الخزاعي وهو مدير ناحية القزانية في ديالة قال بأنه بدأ تدفق سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية الإيرانية شرق المحافظة، وأضاف بأن سيول جارفة بدأت بالتدفق صوب وادي ترساق في أطراف قزانية قادمة من الحدود العراقية الإيرانية نتيجة غزارة الأمطار. إذن يعني وجب علينا تخصيص هذه الحلقة لأخذ الحيطة والحذر من قبل العوائل العراقية. تعرفون ما عندنا إحنا حكومة خدمات، وما عندنا لا مجاري ولا عندنا شوارع ولا عندنا أي شيء ممكن أنه يساهم في تلافي هذه الحالة. ولهذا خصصنا هذه الحلقة لتحذير المواطنين العراقيين من هذه السيول ومن هذه الفيضانات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع العراقيين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.